مخيم والله ببيع حياتي عشانه. مخيم كل إشي يعني بالنسبة مش إلي بس، لكل الدنيا، لكل أهل المخيم. روحنا المخيم، روحنا حياتنا، كل إشي إلنا يعني، عشان يضل شامخ وواقف، وما زال واقف وشامخ. كل ما تروح بجهة من المخيم لازم تلاقي مرأة أو شخص بعيط لابنه، لا داره، لا مثلا فقيد مش لاقيه. كل شخص بالمخيم، ما فيش حدا بالمخيم يعني ما بكاش على اللي راح عليه. بس هذا كله ما بهمنا، هدوه صحيح هدوه، راح نرد نبني من جديد، ومش راح نهتم بيهم، وراح يبني على أساس المقاومة، وراح شارون طول حياته يحسب حساب لمخيم جنين. يعني مناي اني ارجع البيت. انا راح احكي اشي، بس مش اشي عن الامل والهاد. بحكي للشعب الاسرائيلي، سنعيش صقورا شامخين ونموت اسودا واقفين. وهاي كل واحد اسرائيلي يحفظها ويعرف شو معناها. يعني لما عرفت انه شارون ارجع المخيم، من كثر ما انقهرت صرت اعيط، لاني يعني كان نفسي شو اجرم فيه زي ما حكوها، اجرم فيه بالمعنى الصحيح، افش غلي فيه بعد اللي شفته. تقدري له انت لشارون؟ اه بقدر له، ليش لا؟ ما هو اكبر منك، بدك تقدري له؟ انا اكبر منه بارادتي، بقدر عليه بارادتي، بقدر عليه اني بدي ادافع عن وطني، بقدر عليه انه قتل يعني ناس بعرفهم، وبعرفهم معرفه يعني معرفه، بقدر عليه لأنه شتتنا، خلى كل واحد بجهة. بقدر عليه لأنه ما خلاش بيت بالمخيم إلا وهدمه أو يتضرر منه يعني. يعني أنا لما أقاتل عدو وإشي بكون كلب كاسي؟ لا، أنا بدي أدافع عن وطني، بدي أدافع عن مخيمي. بعدين يعني إحنا مش راح نعمل سلام معهم، حتى لو رئيسنا اللي هو رئيسنا إذا عمل سلام معهم ممكن هو يتصالح معهم، بس انا مش راح اعمل سلام. صحيح انا طيبه ويعني بحب الناس، بس هدول الناس ما بنحبه، هم اجوا على ارضنا، احنا بندافع عن ارضنا. انت لما يسلم، نفرض سلبوا ابنك، مش لك تدافع عن ابنك وتسوي عنه؟ واحنا كمان هاي ارضنا زي كانها ابنه، امنا، كل اشي عنا. بعدين يعني زي ما حكوها النسوان ما خلصوش، راح نضلنا نجيب اطفال وننجب يعني رجال اقوى من اللي راحوا واشجع من اللي راحوا. بخافش من ناس زيهم، هذول الجبنة بخافش منهم، زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات يبكوا يتزروكوا بين الدبابات، خايفين منا احنا يعني مدنيين، بس هم ارادتهم ضعيفة، خوفهم لدرجة الجنون يعني مش طبيعي عندهم الخوف. احنا ما منخاف منهم، مشو ما عملوا فينا ما منخاف منهم. اسلحتهم نزلت علينا زي المي، لانها نزلت من ايدين فاشله، نزلت من ايدين خايفه، من ايدين مرخيه. خليهم يجوا بس يشوفوا على المخيم، خليهم يعيشوا ثاني اللي عشناها احنا يوم القصف. يسلموا اسرائيل على القدس، على كل اشي. لو عاشوا معنا، لو طفل يهودي بس هيك يعني قعد وشاف شو صار معنا، او رجل يهودي قعد معنا شاف شو عملوا فينا، ليسلم القدس على اللي فيها. شفت جثث، شفت بيوت مهدمة، شفت يعني اشياء لا توصف باللسان. لما يعني بعد اللي شفته اي حياه بدي اعيشها هاي، بعد ما تحطمت كل طموحاتي اي حياه بدي اعيشها، ما فيش حياه. المخيم
عبارة عن شجرة، شجرة طويلة طويلة شامخة، كلها عبارة عن أوراق، كل واحد مكتوب فيه اسم شهيد، اسم مقاوم. بدي أحكي لهم اليهود صحيح فاتوا قلعوا جذوع منها، لكن خلقت جذوع غيرها، ما قدروش يوصلوا لقمة الشجرة. أيها العرب، أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم، هنا أطفال فلسطين يصرخون ويقولون وعربة وعربة. معذرة أيها الإخوة، أريد أن أتكلم مع بوش دقيقة واحدة. هلا هو مستر بوش، بدي أحكي مع سيد كوفي عنان في مجال. هلا كوفي عنان، كيف حالك؟ اطلع هون، انت ليش يا اخي لغيت اللجنه هي بتيجي على جنين عندنا هون؟ اسرائيل بدها هيك؟ طب احكي مع امريكا، مع بوش يا اخي، ممكن يحل الوضع. يا اسرائيل مش لازم تخليه يجي هون، هذا الحكي بصيرش، يعني هذا الحكي ما حدا بوافق عليه، حتى جامعه الدول العربيه. يعني الشعب هون يا اخوي بستنظر فيك، طلع مش لاقي طيارة تيجي فيها هون، بنودي لك طيارة مصطوبة إذا بدك. هون الشعب ما عندوش يا أخي، ما عندوش. الشعب لا يملك أن يشتري طيارة، بنودي لك طيارة مصطوبة. بتدبر حالك فيها، فيش يا بنودي لك جحش عرج. يا أخي. شو رأيك؟ عرفات بعرضش، بعرضش عرفات. ما هو محبوس برام الله. يا زلمة الدول العربية بتمانعش، بتمانعش. خلص الكرت يا اخوان.